هاي هيفا وهبة نجمة كتير كبيرة ومهضومة وما حدا في يقول شي عن جمالها وستيلها. فينا نقضي كل النهار عم نتناقش عن صوتها وإذا لازم تغني أو لا ونحكي عن تجربتها التمثيلية، بس ما فينا نقول شي وقتها هيفا تمثل لبنان والبلدان العربية بمناسبة عالمية. آخر ظهور لهيفا كان بعرض فالنتينو ضمن روم فاشن ويك وين حلت ضيفة شرف. وبما أنه دايما ننتقد هيفا خلونا نقول شي بوزيتيف شي مرة. بعد كل هالاخبار السيئه اللي عم تطلع على العالم العربي، حضور هيفا بهيدي المناسبه كان ايمج كتير بوزيتيف عن كل بنت لبنانيه وعربيه. اول شيء الفستان يلي لبسته هيفا كان كتير حلو، مستر وما انه فاضح ابدا، ومن تصميم فالنتينو، وهولي الشوز واو. تاني شيء بس هيفا تكون واقفه بين سيلبرتيز عالميين حضورها بيكون كتير قوي وعندها تقلة حتى لو ما كانت معروفه بالعالم الاجنبي. تالت شيء كيف عم تطلع فيها هيدي المدام يلي ما بنعرف مين هي بس مبين عليها كتير غيرانه. ورابع شيء مش عاطلي ابدا انه فالنتينو قال لها انها ماستر بيس. هلا اوكي كانت لبسه فستان من تصميمه بس تل. واكيد ما فينا ننسى السيلفيز الكتير مهضومين والفيديوز اللي اخذتهم هيفا بهيدي الايفنت. واخر شيء واهم شيء عملته هيفا بهيدي الايفنت انها ما غنت. ما تنسوا تتركوا تعليقاتكم، تعملوا سبسكرايب لقناه دنيتي، تعملوا لي فولو على انستغرام فيسبوك وتويتر. باي.